إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبدأ لي بدء الشكر موصول لجميع أعضاء المجلس العلمي لعمالة عين سبع الحي المحمدي، فجزاهم الله كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم. فقد تتبعت صراحة يعني منذ أكثر من شهر ونصف ما يسهرون على تقديمه للمسلمين يعني أجمعين، وبطبيعة الحال للشعب المغربي خاصة، فجزاهم الله كل خير على كل هذه الدروس القيمة النافعة، ونسأل الله عز وجل أن نكون في المستوى وعند حسن ظنكم حتى نشحذ الهمم، وحتى نساعد إخواننا وأخواتنا على نبذ كثير من الأمور السلبية، والانطلاق بإذن الله عز وجل نحو تحقيق المزيد من النجاحات. فأمتنا الغالية صراحة تحتاج إلى الكثير من الطاقات، والطاقات موجودة ولله الحمد، تكون هذه الطاقات في مستوى فهم المسؤولية وفي مستوى تحمل المسؤولية حتى تكون بإذن الله عز وجل في الطريق الصحيح. إذن اختير لهذه الدورة دورة عنوان أسرار النجاح في الحياة. ولا شك أن النجاح كل إنسان إلا ويأمل، ما تسمع إنسان يقول أنا أريد أن أفشل، أغلب الناس يريدون أن ينجحوا في حياتهم. النجاح هذا مسألة بغية كل إنسان، الناس تنظر إلى النجاح كأنه مصدر السعادة في الحياة. ففي هذه الدورة، في هذه المحاضرات الثلاث التي أسأل الله عز وجل أن تكون بإذنه نافعة قيمة، سنتذاكر أمورا كثيرا ونصحح خصوصا بعض المفاهيم فيما يخص النجاح. أولا، الوقفة الأولى عندما نتكلم عن مسألة النجاح انطلاقا مثلا من تطوير الذات أو من التنمية الذاتية، أو ما يعرفه كثير من الناس بالتنمية البشرية، اللفظ الصحيح، المصطلح الصحيح هو التنمية الذاتية، أي كيف أنمي ذاتي، كيف أطور مهاراتي، كيف أثق في نفسي، كيف أخطط، كيف أحدد الهدف. فهذه كلها أمور تدخل فيما يسمى بتطوير الذات، بالإنجليزية يقولون self development، يعني التنمية الذاتية. أولا، هذه وقفة جد جد مهمة، كل ما يتعلق بتطوير الذات أو بالتنمية الذاتية لا بد أن يعرض على كتاب الله عز وجل وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما وافق الكتاب والسنة نأخذ به، ما خالف الكتاب والسنة نطرحه أرضا ونطرحه جانبا. فالفلاح، كل الفلاح في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بين نزول سورة اقرأ واليوم أكملت لكم دينكم، عندما أقول اليوم أكملت لكم دينكم لا أقصد آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، آخر سورة كما يقول أهل التفسير يا واتقون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في سورة البقرة آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بين سورة اقرأ واليوم أكملت لكم دينكم، لأنه عندما نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، وكان ذلك يوما عظيما كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل تبليغ الرسالة. فلما أكمل تبليغ الرسالة كمل لنا الدين وتمت لنا النعمة. بين اقرأ وبين اليوم أكملت لكم دينكم أعظم نموذج في النجاح، أعظم نموذج في النجاح بين الآية اقرأ وبين اليوم أكملت لكم دينكم. إذا كمل الدين هل نبحث في أمور أخرى؟ نعم، قد نبحث في أمور أخرى، لكن دائما نعلم أن ديننا قد كمل، وأن النعمة، نعمة الله عز وجل، قد تمت بإذنه
عز وجل. إذن هذا أمر جد مهم، فما وافق الكتاب والسنة نأخذ به، ما خالف كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نطرحه أرضا. فالنجاح بل الفلاح في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي دراسات ونظريات وآليات نبحث فيها، فإذا وجدنا أنها توافق الكتاب والسنة أخذنا بها، إذا وجدنا أنها تخالف الكتاب والسنة طرحناها أرضا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قبض إلا وما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد نهانا عنه. فأي أمر مثلا نظرية أو مبدأ أو آلية أو وسيلة من الوسائل إذا كانت نافعة والله تجد لها أصلا في دين الله عز وجل، تجد لها أصلا في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية النجاح. النجاح لغة هو الظفر بالشيء وإدراكه. تعريف نجاح كثيرة جدا، لكن التعريف الذي يتفق عليه الغرب والشرق هو الظفر بالشيء وإدراكه، أو بعبارة أخرى تحقيق ما تريده أنت من هدف، تحقيق ما تريده أنت من هدف. هذا هو التعريف الجامع أو الشامل أو الذي اتفق عليه كل العلماء، تحقيق ما تريده أنت من هدف. نعم هذا هو النجاح، أو استخدام طاقاتك ومهاراتك بشكل إيجابي للوصول إلى الهدف. إذن هذا هو النجاح. لكن الله عز وجل ما ذكر النجاح في القرآن، ذكر الفوز وذكر الفلاح. لماذا؟ لأن النجاح إذا كان تعريفه ما تريده أنت، ما تريد تحقيقه أنت من هدف، فإن الفلاح تحقيق ما يريده الله عز وجل منك من استخلاف وعمارة وتحقيق العبودية الصحيحة لله عز وجل. فرق كبير بين النجاح وبين الفلاح. قد ينجح الإنسان فيما يبدو للناس، إنسان مثلا يحصل ثروة، إنسان يصبح مشهورا، إنسان مثلا يفتح قناة على اليوتيوب ويصبح مشهورا، هذا نجاح فيما يبدو للناس. لأن أصل النجاح أو سر النجاح هو النجاح في السر، أن تنجح ما بينك وما بين ربك عز وجل، أن تنجح في علاقتك مع الله عز وجل. أساس النجاح العلاقة مع الله عز وجل. ولهذا في الحديث العظيم حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهما هذه الوصية الغالية، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، علاقتك مع ربك عز وجل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، علاقتك مع نفسك، وخالق الناس بخلق حسن، علاقتك مع الناس. إذن الأصل اتق الله حيثما كنت، علاقتك مع الله عز وجل. إذن سر النجاح ابتداء هو النجاح في السر. فلا يغر الشباب المغربي بصفة خاصة أو الشباب المسلم بصفة عامة النجاحات التي وصل إليها بعض الناس، هي نجاحات فيما يبدو للناس، نجاحات في الظاهر. لكن النجاح الحقيقي يكون في السر، النجاح الحقيقي يكون في الباطن. فالفلاح هو تحقيق ما يريده الله عز وجل منك، بعكس النجاح تحقيق ما تريده أنت من هدف، بغض النظر عن مشروعية هذا الهدف أو مشروعية الوسيلة التي توصلك إلى هذا الهدف. إذن هذا أمر جد مهم. الوقفة الثانية أو الثالثة وقفة مع التصورات. كل إنسان عنده تصور للنجاح، كل إنسان عنده تصور للنجاح. هناك من يرى النجاح مثلا في الإقامة في بلاد الغرب، هذا بالنسبة إليه نجاح، وهذا في الحقيقة ليس نجاح، إنما ربما هو وسيلة مثلا لطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين، أو لطلب علم يتفوق فيه مثلا أهل ذلك البلد الذي يذهب إليه، أو مثلا الذهاب إلى الغرب وسيلة مثلا لإقامة علاقات تجارية مثلا أو أمور أخرى. فالإقامة في بلاد الغرب هذا ليس نجاحا، إنما هو وسيلة. فهناك بعض الناس عندهم تصور أن النجاح أن يقيم في بلاد الغرب، يقول لك هذكم الشرفة، هذا كلام خاطئ. الشريف من وحد الله عز وجل، الشريف من عبد الله عز وجل. إذا لابد من تصحيح بعض المفاهيم. هناك من يرى النجاح في الحصول على الشهادات العليا من دكتوراه وماجستير وإجازة إلى غيرها من الشهادات، هذا أيضا
إنما قد يكون ذلك وسيلة. لماذا؟ لتحقيق العبودية الحقيقية لله عز وجل. هناك من يرى عنده تصور للنجاح أن النجاح أن يكون في مقام سلطة، بمعنى يكون في مركز للسلطة فيستعين ويستخدم تلك السلطة، هذا أيضا تصور للنجاح. هناك من يرى النجاح رب الزواج منها، كل إنسان عنده تصور للنجاح، لكن التصور الحقيقي ما وافق كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. عندما نتأمل مثلا مصطلح النجاح، هل ورد في القرآن أو في السنة؟ وهذه أيضا نصيحة، أن الإنسان كلما قرأ مصطلحا يبحث في كتاب الله هل ذكر هذا المصطلح، ثم يرى ما قاله أهل التفسير، ثم يبحث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هل ورد هذا المصطلح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إذن هنا في هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ورد لفظ النجاح، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أما في القرآن، القرآن ابتداء يقول ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون، وقد للتحقيق أي الفلاح الحقيقي عندما تحصل نعمة الإيمان، عندما يكون عندك ذلك الكنز العظيم ألا هو الإيمان بالله عز وجل. أيضا قوله عز وجل فمن زحزح في سورة آل عمران، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، وكل الخسران في أن تعيش حياة يعطيك الله عز وجل فرصة في هذه الحياة ثم لا تجد لك مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا قول ربنا عز وجل مما كان يذكره النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم في ماذا؟ في طاعة الله وفي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، قبل ذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لماذا في كل خير؟ لأنه ما اشترك في الإيمان، لكن الآخر فاق، عنده إيمان وعنده عمل، وعنده عمل وعنده هدف وعنده رؤية واضحة يريد أن يحقق من خلالها العبودية الصحيحة لله عز وجل. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عندما نسمع هذا الحديث لا يتبادر إلى الدين المؤمن القوي صاحب العضلات المفتولة، لا، نعم قد يكون ذلك ضمنيا، لكن المؤمن القوي قوي في قيمه، قوي في مبادئه، قوي في ثباته، قوي في علاقته مع ربي عز وجل، قوي في علاقته بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قوي في علاقته مع والديه، قوي في علاقته مع إخوانه. هذه القوة الحقيقة وليست القوة قوة العضلات. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقل لشيء إني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. إذن هذه أمور وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النجاح هو تحقيق ما تريده أنت من هدف، الفلاح تحقيق ما يريده الله عز وجل منك، فشتان شتان بين النجاح وبين الفلاح. نحن كما تعلمون سبحان الله، أنا عندما أقوم بدورات تدريبية مع كثير من الأطر في الشركات، أول أمر أسألهم عن هو ما هو هدفك في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الهدف يعطيني فكرة عن صاحبه أو عن صاحبته، الهدف يعطيني فكرة عن شخصية الإنسان، الهدف يعطيني فكرة عن همة الإنسان، الهدف يعطيني فكرة عن تصور الإنسان، الهدف يعطيني فكرة عن إرادة الإنسان. فلا بد للإنسان المسلم أن يكون عنده
هدف واضح، وسيأتي معنا ذلك كما نرى في منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عبد الرحمن بن عوف كما يقول كما في صحيح البخاري يقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، فسأقسم مالي بيني وبينك شطرين أي نصفين، وإن لي امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك، فإذا أعجبتك طلقتها، فإذا طلقتها وانتهت عدتها تزوجتها. سبحان الله، علاقة وطيدة في الأخوة في دين الله عز وجل. لكن انظروا إلى عفة عبد الرحمن بن عوف. قد يقول قائل: أين كرم سعد بن الربيع؟ لكن نقول أيضا: أين عفة واستعفاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه؟ لكن عبد الرحمن بن عوف كان عنده رؤية واضحة، هدف واضح يريد تحقيقه. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. رؤيته واضحة سبحان الله. ولهذا دائما أقول في الدورات التدريبية، كنسأل الناس مثلا، كنقول لهم ملي كتركبوا مع صاحب سيارة الأجرة تاكسي، أول سؤال كيسألكم: فين بغيتوا تمشيوا؟ فكذلك أي إنسان لابد أن يسأل نفسه أين يريد أن يكون بإذن الله عز وجل، ماذا يريد أن يحقق بإذن الله عز وجل. فهذا أمر جد مهم. ما يعني يراه وما يلاحظه كثير من الناس أنه حتى مسألة النجاح يعني انحرف مفهومها عند كثير من الناس. أصبح النجاح هو الإنسان يدير الفلوس، أصبح النجاح هو الإنسان تكون عنده مثلا يعني شقة، أو تكون عنده مثلا فيلا. هذا يعني تصور خاطئ للنجاح. لابد أن نصحح مفهومنا عن النجاح. ما وقع تقريبا منذ أكثر من عقدين مما يسمى بالعولمة، المونديزاسيون. هذه العولمة ليست عولمة اقتصادية فقط، إنما عولمة في الأفكار، عولمة في التصورات، عولمة حتى في القيم. وهذا أمر خطير بالنسبة لنا كمسلمين لكي نحافظ على ثوابتنا وعلى هويتنا. بعض العلماء عندما تكلم على العولمة قالوا سموها الأمركانة، بمعنى يعني أن أمريكا تريد من كل قطر من الأقطار أن يكون تفكير شبابهم كتفكير الشباب الأمريكي. ولهذا أصبح كثير من شباب المسلمين همه هو الحلم الأمريكي، كأننا استوردنا ذلك الحلم الأمريكي، ما يسمونه بالأمريكان دريم. يعني الحلم الأمريكي هو أمرين: الشهرة والثروة. وهذا ما يلاحظه الإنسان عندما مثلا يدخل إلى قنوات اليوتيوب المغربية، يجد أن أغلب المحتوى ضعيف، إن لم نقل محتوى تافه، إلا من رحم الله عز وجل، ممن يدعون إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة. فتجد الشباب المغربي هذا يعمل المقالب لأمه، لأخته، لصديقته في الحرام، وهذه تعمل المقلب لزوجها، وهذه تعمل الروتين اليومي. سبحان الله، يعني ترى عجب العجاب، والناس يظنون أنهم ناجحون، وهذا خطأ كبير، تصور خاطئ عن النجاح. النجاح ليس بهذا الشكل. الإنسان يحصل على الثروة ويحصل على الشهرة. لو تأملنا في حال كثير من دول الغرب كالسويد والدول الإسكندنافية وأمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا، كثير من هذه الدول التي عندها دخل فردي جد مرتفع، تجد فراغ روحي رهيب سبحان الله، تجد معدل انتحارات يعني لا يعد ولا يحصى، تجد نسبة اكتئاب، تجد نسبة توتر، رغم أنهم حصلوا على الثروة وحصلوا على الشهرة. بالله عليكم، هل سمعتم بقارئ للقرآن انتحر؟ هل سمعتم بمشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام انتحر أو يعاني من الاكتئاب؟ كلا، والله لا تجد هذا النوع. بل تجد الممثل المشهور، وتجد المغني المشهور، وتجد اللاعب المشهور قد يقع في الاكتئاب، وقد يقع في التوتر العصبي، وقد يقع في الهم والغم، لأنه بعيد عن منهج الله عز وجل. إذن الفلاح في اتباع كلام الله وفي اتباع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وبقدر اتباعك وبقدر استجابتك لكلام الله ولكلام الرسول عليه الصلاة والسلام تحقق النجاح الحقيقي الذي يورثك طمأنينة وسكينة في قلبك، ويورثك بإذن الله عز وجل طريق الهداية إلى الله عز وجل. إذن هذا أمر جد مهم. وقفة أخرى لابد لنا كمسلمين أن نصحح تصورنا عن الفشل،
عندما أسأل كثير من الناس في الدورات التدريبية ما هو ضد النجاح، أغلبهم يقولون الفشل. أقول لا، هذا أمر خاطئ، هذا تصور خاطئ، لا بد أن نغير تصورنا عن الفشل. الفشل جزء من النجاح. هل سمعتم بإنسان نجح منذ الوهلة الأولى؟ كلا. صعب أن تجد إنسانا، قل وصعب أن تجد إنسانا نجح من الوهلة الأولى، بل لا بد من إخفاقات، لا بد من فشل يسبق ذلك النجاح، لأن الفشل لا بد أن ننظر إليك كتجربة، كدرس. هل فشل أو فشل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد؟ ما فشل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، بل كان درسا تعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا من لم يستجيبوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نجح النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة دولة الإسلام، وفي إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وفي إخراج الناس من ضيق الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذا لابد أن نغير تصورنا عن الفشل. الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة. الفشل الحقيقي أن تستسلم فتنزل يديك، هذا هو الفشل الحقيقي. سبحان الله، في أمريكا أنا أستغرب عندما أرى أناسا يعني بعيدون كل البعد عن منهج الله عز وجل، بعيدون كل البعد عن دين الله عز وجل، بعيدون كل البعد عن الإيمان، وتجد عندهم سبحان الله طاقة عجيبة وإصرار عجيب في الوصول إلى الهدف. مثلا نأخذ على سبيل المثال جاك ما. جاك ما هذا أغنى رجل في الصين، قصته جد معروفة. جاك ما هو صاحب شركة علي بابا أو علي إكسبريس. جاك ما هذا الذي يدرس سيرته، وهذا أيضا من الأمور التي تعيننا على فهم أسرار النجاح، أن ندرس السيرة الذاتية لكثير منا بين قوسين الناجحين، بين قوسين العظماء في هذا العالم الذي نعيشه الآن. هذا الرجل تقدم إلى وظيفة ليشتغل، وظيفة سبحان الله جد عادية، يشتغل في المطاعم المشهورة، مطاعم KFC بولي فخيت كنتوكي المعروفة. فتقدم بطلب للاشتغال مع تقريبا 23 شخص، كانوا 24 قدموا ملفاتهم، قبل الكل إلا جاك ما. لو كان عندنا في المغرب يقولوا هذا مثلا عنده نحس، عنده عقدة، عنده كذا، عنده أمور سبحان الله يعني بعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل. لكن سبحان الله كرر المحاولة، أراد أن يلتحق بالشرطة فرفض، قبل الجميع إلا هو، قيل له لأنك قصير القامة، وما زال يحاول ثم يحاول ثم يحاول حتى أنشأ شركة فأصبح أغنى رجل في الصين. انظر كيف نظر إلى الفشل. إذن الفشل الحقيقي هو الاستسلام، التوقف عن المحاولة، هذا هو الفشل الحقيقي. أما الإنسان ينتقل من إخفاق إلى إخفاق، من فشل إلى فشل، إنما ذلك الفشل عبارة عن ماذا؟ عن دروس يستفيد منها، عن دروس يستخلصها، يعلم أن هذه الطريقة لن توصله إلى الهدف، إذن لابد من تغيير الطريقة. ولهذا يقول بعض الحكماء من السذاجة أن تفعل نفس الأمر أو نفس العمل وتنتظر نتائج مختلفة. لا، إذا أردت نتائج مختلفة لابد من تغيير الطريقة. القيم تبقى ثابتة، المبادئ تبقى ثابتة، لكن لابد أن تغير الآلية. إذا عملت عملا فرأيت أنك لم تصل إلى الهدف، لابد من تغيير الطريقة. توماس أديسون سبحان الله، هذا أيضا كم من مرة حاول، قرأنا صغارا أنه حاول 10,000 مرة. بعض العلماء تتبع هذا العدد فوجد أن توماس أديسون حاول 230 مرة، و 230 مرة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل، حتى توفق في اختراع المصباح الكهربائي. إذن هل نقول فشل توماس أديسون؟ لا نقول فشل. لماذا؟ لأنه وصل إلى غاية الأمر، ظفر بهذا الاختراع الذي كان يصبو إليه. إذن هذا أمر جد مهم، نغير تصورنا عن الفشل. الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة، الفشل الحقيقي هو الاستسلام. كثير من العلماء يقولون أن النجاح يأتي عن طريق التقدير الصائب للأمور،
والتقدير الصائب للأمور يأتي عن طريق التجارب، والتجارب تأتي عن طريق التقدير الخاطئ للأمور. هذا سبحان الله منهج، طريقة. لابد الإنسان أن يعلم أنه سيخطئ ثم سيخطئ ثم سيخطئ، ثم بإذن الله عز وجل إن استمر، إن واصل سيصل بإذن الله عز وجل إلى ما وصل إليه أكثر الناس. أيضا وقفة أخرى، يجب أن تكون رغبتك في النجاح أكبر من رغبتك في عدم الفشل. كثير من الناس يخاف من الفشل، يخاف من كلام الناس، يخاف من رأي الناس. الناس ستتكلم وستتكلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يروى في الأثر أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لربه عز وجل، كلم الله عز وجل، قال يا رب كف ألسنة الناس عني. فقال الله عز وجل يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. اليهود تكلموا في الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن الله عز وجل تكلموا فيه، فكيف بمن دون الله عز وجل من أنبياء رسل علماء صالحين؟ لا بد أن يتكلم الناس فيك، هذه سنة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصدق من قال لو صحب الإنسان جبريل لما سلم من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له صاحبة وولدا زورا وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعد ما قيل. إذن لابد أن تكون رغبتك في النجاح أقوى من رغبتك في الفشل. انسى كلام الناس، انسى رأي الناس، رأي الناس حياتهم، ليقولوا ما يريدون. أنت ركز فقط على وضوح الهدف، ركز على ماذا تريد أن تصل إليه بإذن الله عز وجل. إذن اليوم سنتكلم كما في العنوان، النجاح التزام وامتناع. النجاح التزام وامتناع. وقبل ذلك أردنا أن نصحح التصورات. لماذا؟ العلماء يقولون أن السلوك الإنساني تصور وتصرف. السلوك الإنساني تصور وتصرف، إذا صح التصور صحت التصرفات، إذا فسد التصور فسدت التصرفات. أنا عنده تصورات خاطئة عن النجاح وتصرفاته تكون سليمة، صعب جدا، لا تجد هذا الأمر. لابد من تصحيح التصورات، لابد من تصحيح المفاهيم. أول التزام يلتزم الإنسان إذا أراد النجاح، أن يلتزم بوضوح الهدف، يكون عنده هدف واضح. ماذا تريد؟ اسأل نفسك ماذا تريد، اسأل نفسك ماذا تريد، اعرض هذا الهدف على قيمك، هل يتوافق مع قيمك، هل يتوافق مع مبادئك المستمدة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنك قد تمشي في طريق ثم تتفاجأ بأن هذا الطريق الذي سلكته هو طريق للخصومة مع الله عز وجل، هو طريق مخالف لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كمن مثلا ذهب في طريق الغناء، طريق المعازف، ثم انتبه عندما فهم أن هذا الأمر يغضب الله عز وجل، هذا من لهو الحديث وليس من أحسن الحديث، ثم هداه الله عز وجل فصحح تصوره، فأصبح تصوره موافقا لكتاب الله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن السلوك الإنساني تصور وتصرف، لا بد من تصحيح التصورات حتى تصح التصرفات. قلنا أن النجاح التزام وامتناع، التزام بوضوح الهدف، وجود الأمان الفارغة. كما قلت في الدورات التدريبية أسأل الناس أول سؤال، ما هدفك في هذه الحياة؟ يقول لي في الشغل، أقول لا، هدفك بصفة عامة في هذه الحياة، وكل إنسان يعطيني إجابة. أغلب الإجابات، ولست شديدا في هذا الأمر، إنما أنا واقعي صراحة، أغلب الإجابات عبارة عن أماني. لماذا؟ عندما أسأله عن هدفك يقول الهدف أن أقوم أن أنشئ مشروع. هل عندك له هل الهدف في أي مجال أنشئ الخاص، ليس فقط بصفة عامة، أريد أن أنشئ مشروعي الخاص. مثلا إنسان يأتيك يقول لك أنا هدفي أن أجمع المال، هذا ليس هدف. أو هدفي مثلا أخت تقول هدفي أن أنقص وزني، هذا ليس هدف. لابد من تحديد،
وسنرى بإذن الله عز وجل غدا تقنية كيف نحدد الأهداف، لأن مسألة الهدف مسألة ضرورية جدا. إذا لابد أن نلتزم بوضوح الهدف، ولابد أن نمتنع عن وجود الأماني. كل التزام يقابله امتناع. أغلب الناس كما قلت عندها أماني، وسبحان الله كنقول لهم يعني في المغرب الأمنية ما شاء الله المشهورة، الله يجيب شي مليار. سبحان الله، هل يقول هذا الكلام عاقل؟ اللي كتلقاه متواضع يقول لك الله يجيب شي 100 مليون. هذا ليس كلام منطقي، يصدر عن إنسان صحيح الفهم وصحيح العقل. عمر رضي الله تعالى عنه دخل المسجد مرة فوجد أناسا يسبحون، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا نحن قوم متوكلون. فقال عمر لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول ربي ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. سبحان الله، هذا هو الفهم الحقيقي لديننا، وهو الذي روى الحديث لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الأمر جد مهم، أن يكون عندك هدف في هذه الحياة، لا يكون عندك أمنية. والأحسن من ذلك أن تحول هدفك إلى مشروع، حتى إذا وافتك المنية، حتى إذا قبضك الله عز وجل يستمر هذا المشروع بإذن الله عز وجل. ليس فقط هدف تحققه أنت تصل إليه أنت ثم إذا مت انقطع الهدف، لا، لابد أن يبقى هناك أثر لهذا الهدف حتى بعد موتك. فالناس بين ثلاثة أمور، بين أماني فارغة، وبين أهداف، وبين مشاريع. العاقل من يحول مشروع ما هدفه إلى مشروع يستمر حتى بعد موته، كالإنسان مثلا الذي ينشر العلم النافع، كالإنسان مثلا الذي يتوفق إلى الصدقة الجارية، كالإنسان مثلا الذي يربي أولاد صالحين يدعون له. هذا هل الصوت منخفض؟ دقيقة إن شاء الله. فهذا هو الإنسان الذي فهم حقيقة الدنيا. الدنيا مزرعة كما قال علي رضي الله تعالى عنه. فنحول أهدافنا إلى مشاريع تستمر بإذن الله عز وجل حتى بعد وفاتنا. انظروا سبحان الله إلى الكفار. تيودور هيرتزل في سنة 1897 أراد إنشاء وطن لليهود في فلسطين. هل رأى تيودور هيرتزل هذا الأمر؟ ما رأى هذا الأمر. بعد 50 سنة أقيمت دولة بني صهيون على أرض فلسطين. فانظر سبحان الله، حول هدفه إلى مشروع، ثم أكمل ذلك المشروع أناس آخرون. فهذا هو الفهم الحقيقي. لا ننظر إلى الهدف كأنه هدف نصل إليه ثم ينقطع بموتنا، لا. كما قال الشافعي قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. ما زلنا نذكر في كل جمعة، روى البخاري، روى مسلم، قال ابن القيم، قال ابن الجوزي، قال ابن تيمية، قال الإمام مالك، قال الشاطبي رحمه الله. هؤلاء ما ماتوا، ظلوا سبحان الله مشاريع استمرت حتى بعد وفاتهم. إذن هذا أمر جد مهم. فالأماني أماني فارغة. الإنسان المسلم ليست عنده أماني. الحديث الضعيف أو الموضوع حديث معروف، العاقل الكيس من دان نفسه واستعد لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه واستعد لما بعد الموت، أي الكيس العاقل الفطن. والعاجز من تمنى على الله الأماني وأتبع نفسه هواها. فالإنسان لا تكون عنده أمنية فقط، لا بد أن يحول الأمنية إلى هدف، ولا بد أن يحول الهدف إلى مشروع بإذن الله عز وجل. إذن أول التزام أن تلتزم بوضوح الهدف، يكون عندك هدف واضح، أن تلتزم بالابتعاد عن الأماني، تمتنع عن الأماني. وهذا من الأمور، مسألة وضوح الهدف تكلم فيها العلماء كثيرا، سواء في الغرب أو في بلاد المسلمين، أن تكون عندك رؤية واضحة. عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاء حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فقال لرجل من الأنصار تعال نطلب العلم، نسأل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظن أن الناس قد يحتاجونك وفيهم هذا العدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتركه ابن عباس ثم مضى.
مرت الأيام ومرت السنين، يأتي هذا الرجل الذي لم يعرف اسمه، فيجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجده في حلقة من حلق العلم، في مجلس من مجالس الذكر، حوله العشرات بل المئات. فلما نظر إليه قال: هذا الفتى كان أعقل مني. لماذا؟ إن ابن عباس كان عنده هدف واضح، يريد أن يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، وليرفع الجهل عن كثير من الناس الذين سيسألون عن يعني أمور في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أمر جد مهم، أن يكون عند الإنسان هدف واضح، وأن يمتنع عن الأماني الفارغة. فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى هدف لابد أن يحدد هذا الهدف. لو أعطيتك مثلا أو أعطيتك سيارة وقلت لك أو قلت لك اذهبي بها، لكن بدون وجهة محددة، سيدور الإنسان في حلقة مفرغة. الإنسان كما قال أحد علماء النفس مثل الدراجة، إذا لم يتقدم سيتعطل. فمسألة الهدف مسألة جد جد مهمة، سنتطرق لها غدا بإذن الله عز وجل، حتى نستفيد في ذكر هذا الأمر، لأنه أمر جد مهم. وكيف نحدد أهدافنا، وكيف تكون أهدافنا لا تتعارض مع قيمنا، حتى نكون في طريق الفلاح وليس في طريق النجاح. المسألة الثانية مسألة الالتزام بالاعتقادات الإيجابية والامتناع عن الاعتقادات السلبية. كثير من الناس، ولا أبالغ والله، كثير من الناس عندهم اعتقادات سلبية عن أنفسهم، وهذا يتأثر بشكل كبير بعلاقتك مع الله عز وجل. كلما أحسنت الظن بربك فهمت أن الله عز وجل أعطاك إمكانيات وأعطاك طاقات، فلابد أن تحسن الظن ليس بنفسك، أن تحسن الظن بمهاراتك بقدراتك. عندما نقول أن تحسن الظن بنفسك، نحن لا ندعو إلى الغرور، لكن الأمر لابد أن يكون وسطا بين احتقار الذات وبين الاغترار بالذات. عندما نتكلم عن الثقة بالذات، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سأله أحد طلبة العلم: هل يجوز لنا أن نقول أنا أثق في نفسي؟ قال: نعم، لأن الإنسان لا يقصد أنه يثق في نفسه الأمر بالسوء، إنما يقصد يثق في القدرات التي وهبها الله عز وجل، يثق في القدرات التي وهبها الله عز وجل، يثق في الإمكانيات. هذا لا يتعارض مع مثلا الاغترار بالذات. إذن الإنسان لابد وسطا بين احتقار الذات ويحتقر نفسه، وبين الاغترار بالذات، لابد أن يثق فيما أعطاه الله عز وجل. وهذا الفرق بيننا وبين الغرب. الغرب عندما يعرفون الثقة يقولون بأنها اعتقاد إيجابي عن النفس، وأنك تستطيع أن تحصل على كل ما تريد، تستطيع أن تحقق كل هدف تريده. نعم، لكن هذا فهم قاصر. نحن كمسلمين عندنا اعتقاد إيجابي عن القدرات التي أعطانا الله عز وجل إياها، التي وهبنا الله عز وجل إياها. فثقتنا بأنفسنا لا تتعارض بثقتنا من ربنا، بل تستمد هذه الثقة، نستمد ثقتنا بقدراتنا من ثقتنا بأنفسنا. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن ما دام خلقنا الله عز وجل إلا وقد أعطانا إمكانيات وأعطانا طاقات، لابد أن نثق في هذه القدرات، ولابد أن نثق في هذه الإمكانيات. إذن الإنسان يبتعد عن الاعتقادات السلبية. وأقول دائما: ما تقوله لنفسك أهم وأخطر مما يقوله الناس عنك. ما تقوله لنفسك، ما يدور في حوارك الداخلي، إذا قلت تستطيع ستستطيع بإذن الله عز وجل، إذا قلت لا أستطيع قد صدقت، لأن هذا رأيك عن نفسك، هذا رأيك عن نفسك. إذن لابد الابتعاد عن الاعتقادات السلبية. العلماء عندما يتكلمون مثلا عن الاعتقادات السلبية يعطون مثال الفيل. الفيل كيف يربى الفيل في جنوب إفريقيا، في البلدان التي تعرف هذا الأمر، يعني تربية الفيلة. فالإنسان الذي يذهب إلى السيرك مثلا يجد أن الفيل رغم ضخامته رغم قوته مربوط بسلسلة صغيرة، سلسلة حديدية، وفي بعض الأحيان يعني بحبل. هل يستطيع ذلك الفيل أن يقطع الحبل؟ يستطيع، لكن لماذا لا يحاول؟ منذ صغره والفيل مربوط بسلسلة صغيرة، حاول المرة الأولى فلم يستطع، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، المرة الخامسة، حاول
فعندما توقف عن المحاولة أصبح عنده اعتقاد أنه لا يستطيع أن ينفصل وأن يقطع هذا الحبل، فكبر معه هذا الاعتقاد، فأصبح اعتقادا، فأصبح برمجة. فكثير من الناس سبحان الله عنده اعتقاد سلبي عن نفسه، قل لك مثلا أنا اللغة الإنجليزية صعب أن أتعلم في هذا السن، حفظ القرآن والله المسألة جد صعبة، صلاة الفجر والله كنحاول ولا أستطيع أن، لكن عندما تكلم عن العمل يقول لك أنا أذهب إلى العمل في الوقت. إذن المسألة ليست مسألة قدرة، المسألة مسألة إرادة. فالاعتقادات السلبية، الإنسان يبتعد عن الاعتقادات السلبية. كثير من الناس عنده حوار سلبي عن نفسه، كيف جاء هذا الحوار؟ كما قلت نتيجته ربما أنه لم يفهم بأن الله عز وجل خلقه فسواه فأحسن خلقه فأعطاه سبحان الله كل شيء. يكفي فقط أن يجلس الإنسان مع نفسه وأن يستمع وأن يخالط الناس الإيجابيين فيكون إيجابيا بإذن الله عز وجل، ويبتعد عن المثبطين ويبتعد عن الأمور السلبية. إذن الحوار الداخلي مسألة جد مهمة، ما تقوله لنفسك أخطر بكثير وأهم بكثير مما يقوله الناس عنك. لا تقدم ظن الناس بك على يقينك بنفسك، لكن دائما اجتهد، حاول، توكل على الله عز وجل. إذا لابد الإنسان أن يبتعد عن الاعتقادات السلبية. أيضا العلماء قاموا بدراسة، أخذوا سمكة قرش وضعوها في يعني في مكان كبير جدا، ووضعوا أسماك صغيرة ووضعوا بينهما حاجزا، ثم بعد أيام جاعت تلك السمكة سمكة القرش فأرادت أن تأكل أسماك الصغيرة، فكل مرة تحاول تصطدم بذلك الحاجز. بقي الأمر أياما، ثم حذف العلماء ذلك الحاجز، فبقيت سمكة القرش تنظر إلى الأسماك ولا تقترب من هذه الأسماك. لماذا؟ تكون عندها اعتقاد سلبي عن نفسها. إذن إذا رأب أن نحسن اعتقاداتنا لابد أن نعلم أن الله عز وجل خلقنا ويسرنا، هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الله عز وجل أعطانا كل أمور. إذن لابد أن نحسن الظن بالله عز وجل، ومن إحسان الظن إحسان العمل. لا يكفي فقط أن تقول أنا أحسن الظن بربي، لا، إذا كنت فعلا تحسن الظن بالله عز وجل ستحسن العمل بإذن الله عز وجل. إذن إنسان يبتعد عن الاعتقادات السلبية. كثير من الناس يدور في فلك الاعتقادات السلبية، ولو قرأتم ما يقوله أهل العلم عن كمية التي بلغت تقريبا 80% مما يسمعه الإنسان، يكفي فقط أن تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا في الفيلد أكتواليتي في الفيسبوك، سترى الكم الهائل من يعني المعلومات الفارغة، من الأخبار الفارغة، من الأخبار السلبية. لو الإنسان يعني أصغى إلى هذه الأمور وظل يعني يرى هذه الأمور، هذا إنسان لن يستطيع أن يكون إيجابيا في حياته، لن يكون أن يستطيع إيجابيا مع زوجته، مع أبنائه. إذا الإنسان يبتعد عن الاعتقادات السلبية. هنا أعطي معلومة سبحان الله، العلماء يقولون أن الإنسان عقلي وعقلك وعقل كل إنسان يتوفر على 1,000,000,000,000 خلية. تبارك الله أحسن الخالقين. إذا الله عز وجل خلقنا فأعطانا قدرات عجيبة، بل علماء الأعصاب يقولون أننا لا نستخدم سوى 10% من عقولنا سبحان الله. وصدق علي حين قال دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فلا تقل مستحيل لكن حاول، لا تقل أستطيع ولكن. كثير من الناس يقول لك هذه المسألة نقدر نديرها، ولكن هذيك لكن تجب ما قبلها، تغير المعنى بصفة نهائية. ما تقولش ولكن، قل أستطيع وممكن أن أعمل كذا وكذا، ممكن أن أتدرج في هذا الأمر. فلأن الناس بين ثلاثة أمور في الاعتقادات السلبية، إما إنسان يقول مستحيل لا أستطيع، هذا إنسان فقد الأمل، أو إنسان يقول أستطيع ولكن، ممكن ولكن، الأمر ممكن ولكن، كما قلت لكن تغير المعنى تماما. وهناك صنف ثالث عنده حديث إيجابي محفز مبني على الثقة وحسن الظن بالله عز وجل، يقول ما دام خلقني الله عز وجل إذن أعطاني قدرات، أعطاني إمكانيات، فلابد أن أعرف قدراتي، لابد أن أعرف إمكانياتي، معرفة الذات. فإذا علمت وتعرفت على نفسي، هذا أمر جد مهم،
أن تعلم قدراتك، أن تعلم نقاط الضعف. مما أعجبني ومما درست يعني ربما عند بعض الأساتذة أنهم لا يقولون نقاط الضعف، ما كيقولوش لي بوان فابل، كيقولوا لي بوان داميليوراسيون، يقولوا النقاط التي أستطيع تحسينها. لأن سبحان الله فقط عندما تقول هذه نقاط ممكن أن أحسنها، هذا أيضا رسالة إيجابية أنك تستطيع أن تتغلب على النقائص في هذه الأمور. فلا تقول عندي نقاط ضعف، قل عندي نقاط ممكن أحسنها، بل حتى نقاط القوة لا تنظر إليها نقاط قوة، لأنك إذا تجاوزت القدر قد تصبح نقاط قوتك هي أعدى أعدائك. وصدق من قال يعني الشيء إذا زاد عن حده لا بعيد. هذا مما يذكره علماء الإنسان، لا ينظر فقط إلى النقاط التي يجب تحسينها، ينظر القوة حتى يأخذها بالقدر اللازم، يأخذها بالقدر اللازم. الشجاعة تمدح، لكن إذا ضعفت هذه الشجاعة صارت جبنا وخورا، لكن إذا تجاوزت حدها أصبحت تهورا. فالأمور كما يقال خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. وابن القيم رحمه الله عنده كلام جميل في هذا الأمر عندما يتكلم عن الشجاعة وعن الأخلاق بصفة عامة، يقول لابد لها من خط وسط. الغيرة محمودة، لكن إذا كانت غيرة فيما يرضاه الله عز وجل، لكن إذا تجاوزت الغيرة مثلا في العلاقات مستواها المعقول أصبحت شكا، إذا ضعفت واضمحلت هذه الغيرة أصبحت دياثة. فلابد من الوسط، خير الأمور أوسطها. المسألة الثالثة مسألة الظروف. كثير من الناس يتعلل بالظروف، سبحان الله كل إنسان عنده ظروف، بل أغلب الناجحين في العالم كانت ظروفهم، سبحان الله كانت ظروفهم من أقصى الظروف، عاشوا طفولة صعبة سبحان الله. أنا أعطي مثال، مثلا لو عندك ابن وفرت له كل شيء، عندك بنت وفرت لها كل شيء، بالله عليك هل يستطيع هذا الابن أن يحصل أعلى الدرجات وأن يتوفق وأن يتميز؟ الجواب واضح، لأنك إذا وفرت له كل شيء، والمسألة نسبية، لكن كما أقول إذا وفرت لابنك كل شيء، لا، لابد أن تعطيه بقدر ما يحتاج وليس بقدر ما يريد، أن تعطيه بقدر ما يحتاج كالدواء وليس بقدر ما يريد. إذا المسألة جد مهمة، لا يتعلل الإنسان بالظروف. الظروف تتعلق بالتصورات، هناك من يرى ظروفه تحديات، وهناك من يرى ظروفه إكراهات ومبررات، وكل من يبرر والله لن يستطيع أن يحقق شيئا في هذا العالم. كل من يبرر، من أكثر التبرير قل عنده التغيير. لكي يجيك يقول لك مش عليا الكار، مش عليا الطوبيس، ما عمرتش التليفون، هذه كلها مبررات. وهذا الإنسان كلما أكثر من التبرير كلما قل عنده التغيير. لأن أول أمر أن تكون عندك شجاعة ذاتية، تحاسب نفسك، تقف مع نفسك وتقول أنا المخطئ، أنا الذي أتحمل المسؤولية. هذا أول طريق، أول خطوة في طريق النجاح. إذا مسألة الظروف لا يتعلل بها الإنسان. أصاب العمى رجلا فأصبح عالة على عائلته وعلى أهله، وأصاب العمى عالما مثل ابن باز فكان عالم دهره. هذا أمر جد مهم. إنسان يدخل إلى السجن فتنتهي حياته، وإنسان آخر يدخل إلى السجن فتبدأ حياته ويبدأ علاقة جديدة مع الله عز وجل. إذن هذا أمر جد مهم، لا تنظر إلى الظروف على أنها إكراهات ومبررات للفشل أمام الناس، بل انظر إلى الظروف كتحديات. الحياة عبارة عن تحديات، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لابد من الكدح، لابد من الجهد، لابد من الإكراهات، لابد من العراقيل، لابد من المصاعب، وهي ملح الحياة سبحان الله. لو يصل الإنسان إلى النجاح يعني بطريقة سهلة والله لن يتذوق حلاوة النجاح. من يريد الراحة يعني لن يحس بالراحة، من يريد النعيم لن يدرك النعيم. إذا مسألة الظروف لابد أن ننظر إلى الظروف كتحديات. تأملوا سبحان الله في الأحياء الشعبية، تجد إنسان ربما لم يكمل دراسته، لكن إنسان سبحان الله عنده حسن ظن بالله عز وجل، عنده اعتقاد إيجابي عن قدراته، ثم يشتغل ويتاجر، فتجد إنسان
يعرف كيف يتكلم مع الآخرين، يعرف كيف يصل إلى هدفه. وقد تجد إنسانا عنده إجازة وجالس مربي يديه واش كيتسنى، لا أدري ماذا ينتظر، لا أدري ماذا ينتظر صراحة. هل ينتظر أن تمطر السماء ذهبا أو فضة؟ لا، لابد من، احنا سنأتي إلى هذا الالتزام الآخر، لابد من أخذ المبادرة. عندما مثلا جاء كاتب مثل ستيفن كوفي، هذا يعني كاتب أمريكي وكان مستشارا لبيل كلينتون ومن خبراء علم الإدارة، وهو سبحان الله عنده علم بالأديان، لكن كما تعلمون الغرب عنده قطيعة مع الدين، فهو كان يعلم أمورا كثيرة سبحان الله، لكن يوصلها عن طريق مثلا تطوير الذات أو التنمية الذاتية. نحن كمسلمون عندنا كما أقول كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها كل الخير وكل الفلاح في اتباع كتاب الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ستيفن كوفي أمضى 25 سنة في دراسة لماذا نجح الناس ولماذا نجح بعض الناس ولماذا فشل الآخرون. 25 سنة، فوصل إلى خلاصة أن هؤلاء الذين نجحوا التزموا بسبع عادات. وهنا أيضا قد نقف وقفة، نحن عندنا هذه العادات قد نحولها إلى عبادات إذا صلحت النية، العادات نحولها إلى عبادات، كما قال ذلك الصحابي الجليل: والله إني أحتسب نومتي. وعاد عنده النوم، لكن كان يحتسب نومته كما يحتسب قومته. عندما يريد أن ينام ينوي أنه يريد أن ينام ليتقوى على الوقوف بين يدي الله عز وجل، يتقوى على الاستغفار مثلا في الثلث الآخر من الليل، على القيام بين يدي الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل. نحن عندنا كمسلمون العادات نحولها إلى عبادات. هم عندهم مثلا الابتسامة عادة جيدة، عادة إيجابية، لكن عندنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. عندهم الكلمة الطيبة عادة ناجحة وعادة إيجابية. نحن عندنا في دين الله عز وجل الكلمة الطيبة صدقة، وقبل ذلك قول ربنا عز وجل: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي، في آية أخرى يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فنحول العادات إلى عبادات. فأول سبحان الله، أنا الذي يهمني الشاهد من هذا الكتاب هو كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر نجاحا. أول عادة وجدها ستيفن كوفي عند أغلب الناجحين مسألة الاستباقية، المبادرة. وهذا عندنا سبحان الله، هذه العادات وجدت لها أصلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يقول هو أن تكون استباقيا، أن تكون مبادرا، ليس فقط تفاعليا، لا يتكلم عن رد الفعل، بل لابد أن يكون الإنسان سباق إلى الفعل، يكون استباقيا، لبخو أكتيفيتي. فتجد حديث أنس رضي الله تعالى: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بل أغلب الأفعال في القرآن: سابقوا، سارعوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. سبحان الله، أكبر محفز للإنسان المسلم كتاب الله عز وجل، أكبر محفز للإنسان المسلم بعد كتاب الله منهج النبي عليه الصلاة والسلام. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فأول ما تكلم عن عادة الاستباقية، المبادرة، لأن المبادرة ضد التسويف. إذا الإنسان الذي يريد أن ينجح يلتزم بأخذ المبادرة، لا ينتظر. بزاف الناس، أنا كنعرف صراحة عندنا ناس للأسف في المغرب كيتسنى الحكومة، كيتسنى قضية الصحراء، كيتسنى الشركة، كيتسنى والديه، كيتسنى المدير في الخدمة، هو اللي يجي عنده، هو اللي يكلمه ويقول له واش بغيت هذا البوست. هذا فهم قاصر، هذا فهم خاطئ. لابد أن نصحح مفاهيمنا. المبادرة، لابد أن تبادر، أن تأخذ بزمام الأمور وتبادر إلى أي أمر. تبادر في طلب العلم، تبادر في بر الوالدين، تبادر في الصلاة. سبحان الله، الصلاة تبادر، يعني تبكر إلى الصلاة. من غسل واغتسل كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر وابتكر. فهذا أمر جد مهم. إذا لابد أن المبادرة. لماذا؟ ضد المبادرة. إذا التزم الإنسان بالمبادرة امتنع عن التسويف. وسبحان الله، هذه مسألة التسويف والله يا شنقول من أكبر الأمراض عند كثير من الناس. التسويف، المماطلة، سوف أفعل كذا، سوف أفعل كذا. متى؟ ربما الآن عندك قدرة أن تفعل كذا، لكن كيف تضمن أن بعد أسبوع، بعد شهر،
باستطاعتك أن تفعل كذا. الآن أنت مثلا إن شاء الله في صحة جيدة، الآن أنت في صحة جيدة، أنت الآن مثلا عندك نعمة البصر، تستطيع أن تبصر وتقرأ في كتاب الله عز وجل. من يضمن لك، من يضمن لك أنه بعد، يعني بعد إن شاء الله سنختم في 5 دقائق ثم نكمل بإذن الله عز وجل غدا. الحديث شيق عن النجاح والفلاح، فصراحة أنا عندما أتكلم عن هذا الأمر والله أتكلم ليس من باب الأهلية ولكن من باب المسؤولية. والله عندي حرقة على كثير من الشباب، عندهم طاقات وعندهم قدرات، لكن ما 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 وثقوا في قدراتهم، ما أحسنوا الظن بربهم عز وجل. إذا مسألة التسويف مسألة خطيرة جدا، بل أقيمت دراسة في فرنسا وجدوا أن أغلب الشباب 35% عندهم مشكلة التسويف، المماطلة. تلغدا ندير هذه المسألة، تلغدا ندير هذه المسألة، لا، لابد من المبادرة، لابد من أخذ بزمام الأمور. إذا هذه مسألة جد مهمة. إذا كما قلت نصحح تصورنا عن النجاح، النجاح الحقيقي هو الفلاح في الدنيا والآخرة. النجاح الحقيقي ما وافق تصور القرآن وتصور النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. الله عز وجل جمع في 23 سنة منذ أن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سن 40 إلى وفاته وهو في سن 63، جمع لنا ربنا عز وجل في هذه 23 سنة كل الأمور التي نستطيع أن نستشف منها ونستخلص منها، كيف نتغلب على العراقيل وعلى المصاعب لنصل إلى النجاح بإذن الله عز وجل. أيضا كما تصورنا عن الفشل، الفشل ليس ضد النجاح، ضد النجاح هو التوقف عن المحاولة والاستسلام. الأسد عندما يخرج سبحان الله ليصطاد فريسته، يقول أهل العلم أنه يفشل في 75%، لكن هذا لا ينفي أنه ملك الغابة، هو يكفي 25%. إذا نصحح تصورنا عن الفشل، الفشل هو تجربة، هي دروس نستخلصها حتى نعلم أن تلك الطريقة لن توصلنا إلى الهدف المنشود. وكما قلت نلتزم بوضوح الهدف، نبتعد عن الأماني، نلتزم بالمبادرة ونبتعد عن التسويف، نلتزم بالاعتقادات الإيجابية ونبتعد عن الاعتقادات السلبية. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ليدارك القادر عليه. غدا إن شاء الله ستكون لنا تتمة ونتكلم إن شاء الله بشكل مستفيض في مسألة الرؤية. إنسان تكون عنده رؤية واضحة ويكون عنده هدف واضح، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه ليدارك القادر عليه. أعتذر إن أطلت الحديث، فالحديث ذو شجون كما يقال. فغدا لنا موعد بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.